يا هلا فيكم اعزائي المشاهدين من جديد. ضحى العطيشان احبت مجالها فابدعت فيه، فعملت كاخصائيه اجتماعيه ولم يقف عائقا بينها وبين فن المطبخ الذي احبته وتعلمته منذ الصغر، بل صارت تحققت مشروعها وطموحها في عمل مشروعها في المنزل لتنفيذ العديد من البوفيهات والاطباق. خلينا نتعرف على الاستاذه. مساء الخير أستاذة ضحى. أهلا وسهلا حبيبتي. يعني فن المطبخ يمكن فن لا ينتهي، وبدأت العلاقة بينك وبينه منذ الصغر، ممكن تعرفيني متى بديتي في هذا الشيء؟ من زمان، من كان عمري تقريبا 16 سنة كذا، كنت أحب أدخل أشوف أمي أقول لها علميني مدري إيش، تقول لي تعلمي الشغل بعدين أرجع أتعلمي الطب. بعدين صرت أنا أشوف كل أحد عنده لمسة فنية في الأكل، صرت أروح أتعلم منه، اخذ من هذا واخذ من هذا، وبحكم اني انا يعني تربيت في بيوت عديده كذا كنت ازورهم دائما واجتماعيه، فمن كل مكان اخذت يعني شغله سر على قولتهم. احنا حنجي للاسرار ان شاء الله خلال حوارنا، بس برايك بعض المرات يوم تبدأين بمشروع، يعني انت اخصائيه اجتماعيه وبديتي في هذا المشروع وتنفذين الاطباق، هنا يوم تتغلب يعني الهوايه وتصيرين فيها بروفيشنال محترفه، انت حسيتي انه في اشياء تميزك في الطبخ؟ اكيد، لو هو راي الناس هم اللي قالوا لي، يعني كل من ذاك طبخي قال لا لازم نطلب منك لازم نجربه. وبعدين انا احب الطبخ، يعني انا لما اقعد اطبخ يعني كاني اعزف، كاني ما احد يتخيل قديش انا استمتع فيه. المتعه هذه يكون وراها سر بعض المرات، اكيد حبك للمطبخ، لكن بعض المرات يكون في زي الاسرار في الطبخ او الابداع. الناس لما تثني على طبخك انت حتى تشجعي وتستمري، لكن ايش بعض الاشياء اللي انت تقولينها؟ ممكن كل شخص مثلا يطبخ طبخه معينه، لكن فلانه تسويها غير فلانه، ايش اللي يميز كل واحده عن الثانيه؟ النفس هو يعني انت كيف انت تسوينها بحب، يعني الاشياء التفاصيل، دائما التفاصيل في الطبق هي اللي تطلع الطبق. يعني كل الناس مثلا تسوي مرقوق، بس لما تحطين له كشنه، لما تحطين له كزبره ثوم، لوبيا يابسه، يعني الاشياء هذه التفاصيل اللي انت تضيفيها هي اللي تطلع الطبق كيف. وحبك للشيء اللي انت قاعد تسويه، في كثير ناس تعد كل الاطباق، ما في طباخين وفي مدري ايش، بس لما انت تسوي شيء وانت مهتمه فيه تعطيه اهتمام، تعطيه وقته، تعطيه كل خطوه، يعني كل مرحله تعطيها وقتها، حيكون غير طبعا. طبعا انت كمان جابت لنا هنا اطباق بالاستوديو، قد ايش مهم كمان ابراز الطبق؟ يعني بعض المرات البرزنتيشن، يعني يقولوا لك العين تاكل قبل الفم، فقد ايش هذا شيء مره مهم؟ طبعا هذا جدا جدا مهم. اخراج الطبق كيف تخرجيه، وهذا الشيء يجي مع الايام. يعني انا في البدايه كنت احط كذا، بعدين صرت ازيد، صرت اهتم باكثر بالتفاصيل، صرت اروح لاخر الدنيا عشان اجيب، امس جايبه ورق موز مصوره عليه، يعني اشياء كذا عرفتي. وهذا كل ما نجحتي كل ما بغيتي، وبعدين لازم تتميزين، السوق مليان، كل الناس تطبخ، كل الناس عندها مشاريع في البيت، اذا انت ما تميزتي بتفاصيل معينه ما حتبرزي وسط ما شاء الله هذه ما شاء الله. طب انت ايش اللي يميزك يعني؟ انا قلت لك اشتغل بحب واحب الشيء اللي اشتغله، يعني انا استمتع فيه، يعني انا مستعده يوم كامل اقضيه في المطبخ، انا ما عندي اي مشكله، احب اشغل نفسي بشيء مفيد، بشيء يفيدني، بشيء ما احب اجلس يعني وقت طويل، احب اشغل نفسي، احب عائلتي تاكل من اكلي، من طاقتي الايجابيه. حتى احنا كنا نتكلم قبل الهوا، في بعض المرات لما تشتغلين شيء باخلاص بالذات الاكل، يعني لازم قد ايش الواحد يكون المحبه تبان فيه، حتى تبان كمان تنعكس كمان حتى على الطعام. طيب استاذه ضحى، بعض المرات الحب هذا كله ممكن يؤدي الى ابتكار، هل لك اطباق معينه ابتكرتيها او اضافات معينه انت سويتيها على الاطباق؟ هو في اشياء انا اضفتها على الاطباق، زي يعني انا الحين اسوي متبل كوسه، هو انا من زمان وحده يعني حرمه كبيره سوته قدامي، بس انا اضفت عليه، حطيت عليه جوز، دبس رمان، يعني هذا ما احد يسويه، قليل جدا عرفتي. اشياء انا اسويها اضيف عليها بعض التفاصيل تميزها، في اكلات قديمه مره يعني من الجدات، انا يعني ارجع زي اللي يقدم شيء جديد بصوره جديده، بالتقديم جديد، عرفتي كيف؟ عارفه حتى احنا الحين لما نروح البوفيهات يمكن حتى اكلاتنا الشعبيه صاروا يقدمونها بطريقه ثانيه، يعني طريقه ثانيه، يمكن بطلع. اول يمكن المكونات كانت حصريه، بس الحين في خضار، السوق صار مفتوح، تقدري تشكلين. قد ايش انت مع تجديد الاطباق الشعبيه او اطباقنا يعني يبغى لها لمسه عصريه ممكن تقول؟
لا لا لا، هي بس بعض التفاصيل بس تضيفيها عليها. يعني انا صراحه انا قلت لك طبقي المفضل الرز ولا استغنى عنه. طب الرز احنا كلنا نعرف الرز، ايش انت ايش الاضافات اللي انت تضيفينها على الرز عشان يكون من الاطباق المفضله عندك؟ انا احط على الرز بطاطس، عرفتي كيف؟ يعني اسوي الرز احط عليه ليمون، الليمون يزيد بياض الرز دائما. اسوي احب الرز المشخول، احط كميه مويه كبيره واشخله بعدين وازيد عليه ليمون وحليب والاشياء هذه التفاصيل، عرفتي؟ بعدين احط اللحم، لما احطه احمر تحت بطاطس بنفس اللحم واسوي صوص خاص فيني، احط مكرونه، احط بقدونس، اشياء كذا تزين الطبق وتعطيه منظر فني. واحب الكشنه طبعا، هذا شيء عندي. في حتى بعض الاطباق الكشنه يكون عندهم شيء رئيسي وتغيير والله الكشنة. صدق تغير طعم الاكل صدق. يعني الليمون الاسود، الكركم، هذا من الاشياء اللي اعشقها في الحياه. يعني هي تغير طعم الاكل. بعدين الاكل شيء مهم، انت تاكل 3 وجبات في اليوم. انت متخيله؟ يعني انت في يعني ممكن مثلا في اليوم مره واحده تحطي ميك اب، مره واحده تشتري ملابس، بس انت 3 وجبات قاعد تاكلي في اليوم. فهذه الاشياء يعني لا بصراحه ضحى، يعني كل مره يطلع نفس الابداع، يعني انت تحبين هذا الشيء، لكن في كثير يمكن ستات بتقول لا خلاص طفشنا مثلا، فممكن يكون يجي هذا الشيء مثلا. شوفي لما يكون عليك، انا دائما اقول لهم انا الحين لما اقعد واقفه على الاشاره واتدمر من الاشاره، ما حتفتح الاشاره الا وقت هي تبغى تفتح. فانا ليش اقعد اتدمر من الطبخ؟ بالعكس اطبخ بحب واستمتع واجمع عيلتي. يعني الواحد لما يجمع عيلته، لما يصير في دفء وحنان في البيت، في قدر قاعد يطبخ على النار، في وقت العائله قاعد تجتمع فيه، مو كل شوي رن الجرس وجاي كيس. طب خليني اجي لك الحين على ناحيه البهارات. أنا صراحة ما أحب البهارات كثير. طيب هل ممكن نقول هذا سر من الأسرار مثلا إبراز النكهة؟ كيف تبرز النكهات أنت؟ أخلي يعني بقول لك في أكلات أنا تعلمت ما نحط فيها شيء إلا ملح وفلفل أسود. زي إيش مثلا؟ أنا بما أن أمي سورية فأنا ماخذة من السوريين يعني 3/4 ومن السعوديين ربع. ما يحطون بهارات. يعني أحيانا الكبسة أشوفها أحيانا سودة من كثر البهارات. طبعا ما أنتقد أحد، بس أنا إنسانة ما أحب البهارات كثير، أحب البهارات العدلة وحتى أحيانا أشيلها، عرفتي؟ أحب الأكلة نفسها. يعني اللحم لازم يطلع نكهة اللحم نفسه، نكهة الكوسة، نكهة الطماطم، يعني ما البهارات زيادة. يعني حتى الأعشاب الإيطالية، الأوريجانو، رشة بس. ما نزيد البهارات في الاكل، يكون احسن على معدتنا وصحتنا كمان. طب بعض المرات الثقافات، مزيج الثقافات قد ايش ممكن يعكس وتستفيدين منه في الاكل؟ اكيد كل ما كنت شايفه بيوت، كل ما كنت اجتماعيه، كل ما شفتي ناس، كل يوم الواحد يتعلم. انا كل يوم لما اشوف يعني الواحد يتعلم باستمرار. في يعني التعلم هذا ما له. تخلطين مثلا يعني مثلا اهل الشام معروفين مثلا بدبس الرمان، بالحمضيات مثلا، دخينه في اكله معينه، اكله خليجيه، تعملين ميكس؟ ممكن تسوين ميكس عادي. بالعكس انا ذاك اليوم سويت كوسه بس حشيتها بالبرغل. يعني في اشياء انت تضيفين شيء مع شيء. الحين الاتراك عندهم البرغل وجبه اساسيه، زي يعني زي الرز عندهم. والسوريين عندهم كمان البرغل، فانا اسويها برغل على بندوره، هي اكله الحين دائما يحطونها جنب المشاوي، عرفتي؟ اشياء تزيدينها انت، تاخذين من هنا تاخذين من هنا، تجددين. يعني السفره لازم دائما تكون بتجديد. طيب احنا الحين في فصل الشتاء واليوم عاد عندنا امطار في الرياض، ايش اكثر الاكلات اللي تكون مرغوبه في فصل الشتاء؟ انا صراحه احب المرقوق. طيب لك طريقه خاصه في المرقوق؟ احب احط ليمون طيب وسمنه وكزبره خضراء واللوبيا اليابسه، هذه يعني انا اعشقها عشق. احب الليمون الاسود في المرقوق، احب المطحون على الوجه والكشنه. والمرقوق لازم ياخذ راحته، يعني ما يستعجل الواحد عليه، يخلي. وطبعا خضار القصيم ما في زيها، القصيم كلها خير صدق. خضار القصيم لما تجيبين الكوسه الصغيره وهالاشياء تعطي طعم للاكل مميز. يعني لما انت تتعبين على الطبق وتجيبين اشياء تفاصيل، مو بس الواحد يحط شيء كذا كذا، يعني يهتم في التفاصيل. شوف الاهتمام في التفاصيل جدا مهمه، لكن بعض المرات كمان الاهتمام بالجانب الصحي برضو مهم. قديش انت تهتمين بالجانب الصحي في الاطباق؟ بقول لك انا صراحه ما احب، يعني اقول لك ما احب اللي يضغط نفسه، لا الرجيم، لا ما ادري ايش، كل كميه صغيره في نفس الطبخه مثلا، بدل ما اسوي الطبخه على طريقتك، بس الكميه، يا تهتمي بالنوعيه يا بالكميه، يا انك تسوي اكل دايت وصحي وتاكل الكميه اللي تبغيها، يا بالعكس تسوي الطبق على اصوله بس تاكلي شوي منه. يعني الانسان شوفي لازم انت تاكلي بروتين يعني هالقد، والكربوهيدرات 4 ملاعق على حسب انت، يعني هذا اللي بيحافظ على صحته. طبعا انا اؤيد الحركه والرياضه باستمرار، ما اؤيد اللي يجلسون ابدا. عشان عندهم معتقد اللي يطبخ لازم يكون سمين مثلا زي الشفات. لا لا شوفي هو الحركه، انا اسوي كل شيء بنفسي، انا استمتع فيه.
انا ما اسوي، انا يعني حتى في السفر انا اطبخ يقولوا لي انت فاضيه انت ما عندك شغله، انا استمتع بالعكس. يعني تخيلي برا في السفر لما تجيبي خضره كانها العاب ما شاء الله، خضرتهم غير شكل وتقعدي تطبخي. طيب في دائما مقوله يمكن تكون مستفزه للبعض، دائما يقول لك ليش الرجل طبخ الرجل غير المراه، او الشيف دائما هو اللي يبدع اكثر من المراه، ايش رايك في هذا الموضوع؟ لا ما له دخل، انا اقول ما له دخل، زي الطبيب والطبيبه، زي اي شيء، زي كلهم زي بعض، هو الواحد ايش التفاصيل اللي يضيفها. الرجل بحكم انه الرجل متفرغ اكثر من المراه، يعني المراه معلش ترجع من البيت عندها يوم يبدا من اول وجديد، عندها اولاد، عندها تدريس، عندها الرجل ما شاء الله يرجع. خليني اجي لك شويه بحكايه التفاصيل، الاطباق اللي انت جايبت لنا اياها اليوم، ايش التفاصيل اللي انت ضفتيها مثلا؟ دبس الرمان والرمان على الفتوش، وحطيت فجل وبقله طيب، والكبه اللبنيه، الكزبره والثوم، واللبن احنا نطبخ مع رز مصري. تطبخين مع اللبن رز مصري عشان النشا مثلا يعني ثقله؟ لا الششبرك والكبه اللبنيه نحط رز مصري معاها. المجدرة عاد هذه أكلة مقدرة، هذه أكلة جدا صحية وجدا جدا جدا مفيدة. يعني قد ما تقولي، لأن البرغل السعرات الحرارية اللي فيه لا تذكر أبدا، ومفيد وكله بروتين عالي بروتين. فحلو التنويع، وكمان أكلة شتوية يتهيأ للمجدرة. أيه المجدرة أكلة شتوية، هو العدس والبرغل. أي بالضبط، يعطي دفء شوية، يعطونك طاقة، عرفتي هم بروتين عالي. طيب ما هي طموحك المستقبلية، وكمان ايش النصائح اللي تعطيها للبنات لنجاح مشروعهم المنزلي اللي هو الطبخ عن طريق المنزل؟ طيب مشاريع ان شاء الله يا ربي، انا اتمنى اني اسوي مركز يهتم في البنات، يكون يسوي لهم دورات طبخ. طيب وفي طب زي ما قلت عن الاستاذه سلوى قبل شوي، انا احبها مره، نسوي دورات للفتاه حتى تكون نفسيتها سويه وفي كل شيء. يعني المره مره يعني لازم تقوم بدورها كمراه. والشيء الثاني ان شاء الله اسوي لي كتاب، طبعا انا الكتاب ناويه في التنميه الذاتيه وفي الطبخ ان شاء الله، كتابين يعني ان شاء الله باذن واحد احد. وحلمي عاد اني اسوي مركز ان شاء الله يا رب مختص. شفتي في ناس ما يقدروا يكملوا تعليمهم، ذكائهم الاكاديمي قليل، انا نفسي اهتم في هذه الفئه، اسوي لهم مركز مختص فيهم، يشوف كل واحد ايش يقدر يطلع منه موهبه، بدل ما هذه الفئه مهمله ونقول عنه ما يفهم ونقول عنه صفات مو كويسة، فليش ما أنا أهتم فيها وأنميها؟ هذه عاد حلم حياتي. أكيد إحنا نتمنى لك كل التوفيق. وللبناتنا الحلوين أنصحهم أنك لا تتحطم، دائما دوري شغفك واشتغلي عليه. يعني الواحد ترى ما يكبر بيوم، ترى الصفر يعني المليون يبدأ من صفر، والدرج لازم من أول درجة عشان توصل للدور الثاني، ما في شيء يجي بيوم وليلة، لازم تشتغلي على حلمك، ودائما التفاؤل وخير تجدوه ان شاء الله بالله. واهم شيء كمان التفاؤل وحب المطبخ. ها ايوه. شكرا لك الاستاذ ضحى طيشان صاحبه مشروع منزلي. شكرا لك. اهلا وسهلا حبيبتي. شكرا لك حبيبتي. اعزائي المشاهدين فاصل قصير، لكن اكيد برنامج سيدتي مستمر في فقراته.